حالة نفسية أساسها مراقبة الله عز وجل. فالإنسان يراقب الله عز وجل، يستحي أن يعصيه، يستحي أن يأخذ ما ليس له، يستحي أن يهمل واجباته. فالحياء حالة نفسية، ثمرة معرفة الله عز وجل. تمام. أصل الدين معرفة الله. ونعم بالله. ابن آدم اطلبني تجدني، إن وجدتني وجدت كل شيء. أنا حينما أعرف الله أعرف حجمي الحقيقي، أتواضع لا أتكبر، أعرف افتقاري إليه أقبل عليه لا أعرض عنه. فنتيجة المعرفة لها آثار إيجابية كبيرة جدا. أصل هذا الدين معرفة الله. ونعم بالله. إن عرفته عرفت كل شيء.